أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم وإلى حضراتكم النشرة المحلية، وأهم ما في هذه النشرة: مجلس الأمة يوافق في جلسته التكميلية اليوم على عدد من المشروعات بقوانين، بالإضافة إلى توصيات حول تراجع أسعار النفط. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن قوة الوطن تتجسد في تلاحم أبنائه ووقوفهم صفا واحدا. لقاءات تمهيدية لاستقبال طلاع الأسطول الأزرق للدفعة الأولى من الخطوط الجوية الكويتية. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية. بعث سمو العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. عقد مجلس الأمة اليوم جلسته التكميلية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، حيث وافق المجلس على 13 توصية بشأن تداعيات تراجع أسعار النفط بعد انتهاء عرض قدمه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وعدد من القيادات النفطية. برئاسة مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عقد مجلس الأمة اليوم جلسته العادية التكميلية، وخصص المجلس ساعتين من مدة الجلسة لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط، وقد تطرق عدد من المسؤولين في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية إلى الأسباب التي أدت إلى تراجع تلك الأسعار في أسواق النفط العالمية. وفي هذا الصعيد وافق المجلس على 13 توصية بشأن تداعيات تراجع أسعار النفط. مشروع قانون رقم 58 لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة وافق عليه المجلس في مداولته الأولى، وأوصى المشروع بتشكيل لجنة عليا للحج والعمرة يصدر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما وافق المجلس على تعديلات على قانون هيئة النقل في مداولته الأولى، والمختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وفي الختام رفع المجلس أعمال جلساته إلى يوم 13 من يناير المقبل. خالد الكندري، تلفزيون دولة الكويت. أقامت سفارة دولة قطر لدى البلاد احتفالا بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر التي حققت إنجازات كبيرة ومتواصلة على مر السنوات في ظل قيادتها الحكيمة. بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، أقامت سفارة دولة قطر لدى دولة الكويت احتفالا بهذه المناسبة المجيدة وإحياء لذكرى المؤسس للدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جاسم بن محمد الثاني، والتي أصبحت دولة قطر في ظل زعامته دولة متماسكة وبلدا موحدا مستقلا. العلاقات الكويتية القطرية علاقات متينة تمتد جذورها في التاريخ، قوامها الأخوة والمصير المشترك في ظل رعاية قادة البلدين لجهود تنميتها بكل الجوانب. العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر علاقات لها خصوصية تاريخية، وأشكر أيضا سعادة السفير على هذه الدعوة، ونبارك لكل أخواننا وأشقائنا في قطر ابتداء من صاحب السمو مرورا بالحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق.
محطات مضيئة شهدتها دولة قطر الشقيقة في عهد سمو الأمير تميم بن حمد الثاني، فكان خير خلف لخير سلف، حيث حققت قطر إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة، وفرضت نفسها على الخريطة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية. وإحنا نشعر بفخر كبير بما تحقق من إنجازات لقطر خلال المدة القصيرة الماضية، حيث أصبحت ملتقى في جميع المجالات لدول العالم في الاقتصاد والمال والرياضة والثقافة وجوانب عديدة. فنحن سعداء بما تحقق وفخورين بما أنجز. نهنئهم بهذه المناسبة، ونستذكر أيضا ما تحقق لقطر عبر مسيرة طويلة منذ أن استقلت دولة قطر، ومنذ أن بدأت دولة قطر وبدأ البناء في دولة قطر، بناء الإنسان القطري وبناء الدولة القطرية. حققت المزيد من الإنجازات، حققت المزيد من النجاحات، نتمنى لها أن تتواصل بقيادة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وأشقائه من الأسرة الكريمة. دولة الكويت وبهذه المناسبة تقدم لدوحة الخير وللشعب القطري الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات ودوام الرقي والازدهار، وأن تتواصل مسيرة الإنجاز والنجاح تحت قيادة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. أقامت سفارة مملكة بوتان لدى البلاد احتفالا بمناسبة العيد الوطني السابع بعد المئة للمملكة بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين والسفراء في البلاد. احنا الآن في العيد الوطني للصديقة مملكة بوتان، بلد صديق، بلد عريق. مملكة بوتان وقفت بجانب الكويت في أيام الغزو الصدامي. مملكة بوتان وقفت بجانب الكويت في جميع المحافل الدبلوماسية. العلاقة العريقة بين الشعب البوتاني والشعب الكويتي. أنا زرت مرتين بوتان وإن شاء الله سأزورها قريبا. احنا نشكر المواقف المشرفة للحكومة البوتانية، حكومة جلالة ملك بوتان، الشعب البوتاني في جميع مواقفه المشرفة، ونقول كل الرخاء والازدهار لمملكة بوتان الصديقة. حضرنا اليوم الوطني لمملكة بوتان، وهذا يؤكد أواصل التعاون والتبادل بين دولة الكويت وجميع دول العالم منها مملكة بوتان، ونتمنى لهم إن شاء الله يعني حياة سعيدة، وإن شاء الله بلاد إن شاء الله مفعمة بالخير وبالعمل. استقبل سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم، استقبل رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وشدد سموه على أهمية جمعيات النفع العام ودورها المجتمعي والتوعوي في تعزيز ثقافة مكافحة الهدر وروح المسؤولية في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا جدية الحكومة في دعم التشريعات والآليات والإجراءات المعنية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أن قوة الوطن وعزته تتجسد في تلاحم أبنائه ووقفهم ووقوفهم صفا واحدا ضد كل من يريد المساس بالمنجزات الوطنية. وقال الشيخ محمد الخالد خلال لقائه اليوم بوفود أشبال وزهرات مدارس منطقتي حولي ومبارك الكبير بمناسبة يوم الشرطة العربية، قال إن الأمن مسؤولية مجتمعية يشارك فيه كل فرد، معتبرا الأشبال أمل الكويت في مستقبل مشرق وزاهر. وأعرب الشيخ محمد الخالد لأشبال وزهرات وزارة التربية عن سعادته لهذه اللفتة الطيبة التي تأتي في وقت يتزامن مع حاجة الوطن فيه لتضافر وتماسك أبنائه جميعا من أجل التقدم والازدهار والتعاون بين المواطنين والمقيمين، ووقوفهم صفا واحدا إلى جانب
رئيس الشرطة وأجهزة الأمن عن طريق اتباع القوانين والالتزام بالتعليمات التي تهدف بالدرجة الأولى لحمايتهم وسلامتهم. وذكر الشيخ محمد الخالد أن رجال المؤسسة الأمنية هم أبناء هذا الوطن يحمونه بسواعدهم الفتية وعقولهم المضيئة المستنيرة وإخلاصهم وعطائهم اللامحدود، مشيرا إلى أن رجل الأمن يحمل رسالة نبيلة وسامية ويضع أبناء الوطن في قلبه، وهو ينفذ مهمته النبيلة في شموخ واعتزاز من أجل أن يأمن كل منا على نفسه وماله. ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لدور المرأة في العمل الخيري أقيمت حلقة نقاشية لتعزيز دور المرأة المسلمة في مجال العمل الخيري والتطوعي في المجتمعات. وكان المؤتمر قد أوصى في ختام فعالياته بإصدار وثيقة حول عمل المرأة الخيري لتكون مرجعا قانونيا وإنسانيا ودوليا مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ساهمت المرأة الكويتية بدور متميز في التنمية الاجتماعية للمجتمع الكويتي، مارست أدوارا مهمة على مستوى العمل العام والخيري من خلال المجتمع المدني النسائي الكويتي الذي أدى ولا يزال له أدوار مهمة من خلال العديد من الجمعيات النسائية والأنشطة المجتمعية الأخرى، حيث ساهمت المرأة الكويتية في تأسيس جمعيات النفع العام والخيرية للمساهمة في تنمية مجتمعنا والارتقاء به. واليوم نشارك المرأة في الحلقة النقاشية لنخبة من وزراء الشؤون والمرأة والتي كانت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لدور المرأة في العمل الخيري. تكلمنا كذلك عن دور المرأة الريادي في العمل الخيري، حيث أن أكثر المتبرعات هم من النساء وأكثر الواقفات هم كذلك من النساء، وواقفات يمكن في أعمال تختلف عن يمكن الوقف الذي تقدم فيه الرجال كالمساجد، إنما النساء تتلمس احتياجات المجتمعية وتقف أموالها. وتكلمنا كذلك على دور المرأة في العمل التطوعي، حيث أن أغلبية النساء لهم ويمكن المعرض يشهد بذلك عندهم يعني فرق تطوعية أو أكو لجان نسائية في جميع الجمعيات الخيرية. العمل الخيري بكل أنواعه ليس مقتصرا على المادة فقط، بل هو جزء من العبادة، وتنطلق هذه الأهمية من القيمة المضافة لهذا العمل الخيري والاستفادة المترتبة عليه. العمل الخيري يجب ألا يقتصر على تقديم المساعدات والخدمات المادية لبعض الفئات الضعيفة، ولكن يجب أن ينظر إلى العمل الخيري على أنه بيبني الإنسان الإيجابي السليم الوطني، بمعنى أنه الشاب إذا تطوع في العمل الخيري منذ الصغر فهو يصبح شخص إيجابي، شخص معطاء، شخص محب للمحيط بتاعه ولمجتمعه ولوطنه. وهذا يهم المرأة بالمقام الأول، أنها تخرج أجيال إيجابية وفاعلة ومحبة للوطن. هذه الحلقة لبحث المعالجات الخاصة بتعزيز دور المرأة وتعظيم مكانتها في بناء المجتمعات المسلمة والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض عملها للخروج بوثيقة تمثل الأساس المرجعية للمرأة المسلمة في مجال العمل الخيري التطوعي. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. ضمن صفقة تحديث أسطول الكويتية المتضمن تأجير 12 طائرة وشراء 25 طائرة أخرى، أجرى وفد الخطوط الجوية الكويتية سلسلة من اللقاءات في مدينة تولوز جنوب فرنسا، حيث مقر شركة الأيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات. في مدينة تولوز جنوب فرنسا، حيث مقر شركة إيرباص للطيران، أجرى وفد الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رشاد رومي سلسلة لقاءات تمهيدا لتسلم أول طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320، وذلك ضمن صفقة تهدف إلى تحديث أسطول الكويتية. إن شاء الله الخطوط الجوية الكويتية راح تستلم الطائرة الأولى من طائراتها المؤجرة وعددها
12 طائرة، 7 إيرباص 320 و5 الإيرباص 330. راح يكون هذا الاستلام هو الطائرة الأولى مثل ما قلت، الطائرة الثانية بإذن الله بعد 4 أيام، وستستمر يعني عملية الاستلامات لهذه الطائرات، وتنتهي ينتهي استلام 12 طائرة في نوفمبر 2015. الصفقة تتضمن أيضا شراء طائرات من طراز A350 على أن تبدأ عملية التسليم في عام 2016. عقدنا الصفقة مع شركة الإيرباص لشراء أيضا 25 طائرة، منهم 10 طائرات إيرباص 350 والمتبقي 320 نيو. هذه الصفقة طبعا تأتي ضمن خطة تحديث أسطول الخطوط الجوية الكويتية، والتي تهدف دائما وأبدا إلى خدمة عملائها ومواكبة التطورات التكنولوجية والفنية في عالم الطيران كشركة رائدة على مستوى الشرق الأوسط. القائمون على شركة إيرباص أشادوا بالتعامل مع المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية، وأكدوا أن الطائرات المطلوبة تتمتع بأعلى معايير السلامة، وتتميز بتقنيات حديثة تمكنها من الإقلاع والهبوط والطيران في كل الظروف الجوية. طائرات الإيرباص 320 أثبتت جدارتها وقدرتها العالية، وتم تقييم فعاليتها بنسبة 99.6%، وهي طائرة بلغت مبيعاتها 10,000 وحدة، وهو ما يدل على جودة هذه الطائرة التي جلبت اهتمام كل شركات الطيران. تحديث الأسطول الجوي الكويتي يشكل نقلة نوعية في ظل المنافسة الشديدة لشركات الطيران الخليجية والعالمية. من مدينة تولوز جنوب فرنسا لتلفزيون دولة الكويت، جميلة المدني. يشكل استخدام الهواتف النقالة أثناء قيادة السيارة خطرا كبيرا، وذلك لعدم انتباه السائق بشكل جيد على الطريق، حيث أشارت إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرا أن 95% من الحوادث تقع نتيجة لعدم الانتباه. هنا شاب كانت والدته في انتظاره ليكون معها على سفرة الغداء، لم يعد. وهنا رجل آخر كانت زوجته وأولاده في انتظاره، لكنه لم يعد أيضا، والكثير الكثير غيرهم لم يعودوا. والسبب في ذلك وفاة ناتجة عن حادث مروري، غالبا ما يكون عدم انتباه السائقين المسبب الرئيسي لها. لا شك أن استعمال التكنولوجيا أو مواكبة العصر شيء مفيد للبشرية جمعاء، ولكن احنا قاعدين نلاحظ كإدارة عن مرور آثار هذا الإلهاء، أو أن الواحد يكون عنده شيء لهي عن الشارع، خصوصا يعني لو بنحسب حسبة بسيطة عدد الحوادث المرورية خلال 9 أشهر اللي طافت، تقريبا 73,000 حادث. نسبة مسببات الحوادث هذه تقريبا 95% منها كانت عدم الانتباه. فئة الشباب ما دون 30 عاما من أكثر الفئات التي تكون ضحايا الحوادث المرورية منها، حيث يلعب استخدام الهواتف الذكية دورا كبيرا في ذلك، في ظل تنوع وتعدد البرامج والتطبيقات التي غالبا ما يكون روادها من الشباب. للأسف يعني كان عندنا خلال فترة 9 أشهر السابقة حالات الوفاة كانت تقريبا يمكن 333 حالة وفاة، وللأسف كان العنصر الشبابي فيها اللي يعني لا يتجاوز 30 سنة 50%، وإذا حسبناها على 40 سنة فما دون يصل العدد إلى 72% من حالات الوفيات. وعلى الرغم من وجود عين المرور المتمثلة بكاميرات المراقبة بشكل دائم ومتواصل في معظم الشوارع والتقاطعات، والتي تقوم برصد المخالفين وتسجيل المخالفات بحقهم بشكل مباشر، إلى أن ذلك لم يشكل رادعا لنسبة كبيرة من السائقين. احنا كإدارة عن مرور بالرغم من تشديد في هذه المخالفة، بالرغم من حملات المتواصلة سواء حتى عن طريق إعلانها بالجرائد أو الصحف أو القنوات التلفزيونية، والتركيز على ضررها الشديد وإلهاء قائد المركبة، إلا أن للأسف هذه المخالفات لا زالت موجودة، ويعني يتم تسجيل لها المخالفات عن طريق نفس الموقع اللي أنا موجود فيه اللي هو قسم التحكم المركزي بالإدارة العامة للمرور، عن طريق إخوان وأخوات موظفين بالقسم هنا، ويتم تسجيل المخالفات لجميع المخالفين بالطرقات عن طريق الكاميرات مثل ما احنا قاعدين نشاهد، عن طريق الكاميرات المراقبة اللي هي تختلف
اختلافا كليا عن كاميرات الضبط المروري اللي هي إشارة والسرعة. عدد من المواطنين دعوا مرتادي الطرق إلى عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة لما يمثله ذلك من مخاطر عليهم وعلى الآخرين. كثير من الشباب يعني لقيناهم أو يعني صار في حوادث كثيرة يعني واجهتني أنا شخصيا من استخدام الهواتف أمامي قدام الناس. سبحان الله يجيك واحد ويدعم وكذا، ألاقي السالفة كلها مشكلة الهاتف. قيادة السيارة بالهاتف تسبب كل الحوادث، منها يستخدم التويتر ويستخدم الواتساب، وممكن يجي خبر مو زين، ممكن يصير منه مشاكل أثناء القيادة. وإحنا أعتقد شفنا حوادث كثيرة صارت عندنا بالشوارع قدامنا بسبب إنه عدم انتباهها للشارع، عدم حتى انتباهها للأمام، حتى الأمام حتى عند الإشارة يوقف وينسى نفسه بسبب إنه هو قاعد بالواتساب والناس وراه واقفين، وتسكر الإشارة وهو غير مبالي حق الناس اللي وراه. إحصائيات ودراسات عالمية وجدت أن استخدام الهاتف أثناء القيادة لا يقل خطورة عن القيادة بعد تناول المشروبات الروحية. مؤشر خطير أظهرته إحصائيات وزارة الداخلية التي أكدت فيه أن نسبة 95% من الحوادث تقع نتيجة عدم الانتباه، يكون فيها المسؤول الأكبر هو استخدام مثل هذا الهاتف الذكي. محمد إدعار، تلفزيون دولة الكويت. أيها السادة، البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى علي عيسى عبد العزيز عيسى القطان عن عمر ناهز 45. انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة عبد الرحمن إبراهيم الياقوت أرملة شاهين علي محمد الشملان عن عمر ناهز 81، وسعوار جثمانها الثرى 9 من صباح غد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا أيها الأخوة تنتهي النشرة المحلية، وكان أهم ما في هذه النشرة مجلس الأمة يوافق في جلسته التكميلية اليوم على عدد من المشروعات بقوانين، بالإضافة إلى توصيات حول تراجع أسعار النفط. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن قوة الوطن تتجسد في تلاحم أبنائه ووقوفهم صفا واحدا. لقاءات تمهيدية لاستقبال طلائع الأسطول الأزرق للدفعة الأولى من الخطوط الجوية الكويتية.